مبازيغ تونس عدد الناطقين أقل من 100,000، وللأسف حاليا حتى في المناطق التي حافظت على اللغة هناك نقص، تشهد تلك المناطق نقص كثير في عدد المتحدثين بها. أولا لأنه تلك المناطق هي في الجنوب التونسي، وفيها في مناطق في عنا تطاوين، في تطاوين الدويلات جابس، قرية تمازرت، أزرو، وجزيرة جربة، وشمال شرق تونس في قرية تكرون الجبلية، وشمال غربي في طنف في قرية نفزة. المناطق هذه للأسف تميزت بغياب التنمية وغياب التهيئة الذي جعل سكانها يهاجرون إلى العاصمة، وفي هجرتهم إلى العاصمة ومغادرتهم لتلك القرى فقدوا اللغة والتواصل بها. هذه نقطة. النقطة الثانية، كما تحدث الأستاذ أحمد عصيد على نموذج الدولة الحديثة، الذي نموذج الدولة الحديثة الذي القائم على لونيفيكاسيون دو ليتا، توحيد الدولة مع قيام الدولة في دولة الاستقلال مع الحبيب بورديبة. الحبيب بورديبة الزعيم الراحل رفض الاعتراف باللغة الأمازيغية ومنحها. وأذكر أنه في شمال غربي التونسي تأسست مجموعة فنية اسمها إمازيغن، هي مجموعة فنية أرادوا أن يغنون باللغة الأمازيغية، وكانت بوادر حركة تعبر على رفض الثقافة الأمازيغية. فكان رد فعل الحبيب بورديبة الآتي: من يريد التحدث بالأتشلحيت عليه الذهاب إلى القبائل. طرد واضح لكل من يريد التكرر باللغة الأمازيغية. هذه نقطة. نقطة ثانية، في تلك الفترة كان مشروع بناء متحف شمتو. مدينة شمتو هي مدينة أمازيغية في شمال غرب تونس. تلك المدينة شهدت تحديث معركة زاما التي فاز فيها مسينيس على الجيش القرطاجي، وسقط ومن معركة زاما سقطت قرطاج الفينيقية وبدأ تأسيس قرطاج الروماني. حينها أراد عدد باحثين تأسيس شمتو هو متحف بربري. في دار حكومة بورديبة تم رفض تأسيس المتحف، وتأسس بعد مع حكومة بن علي. إذا نظام القمع ورفض التعدد الثقافي هو الذي كان السبب الأول في نقص عدد المتحدثين، ثم المناهج التعليمية التي لا تعترف بكلمة بربري أو أمازيغي. في المناهج التعليمية في تونس نتحدث عن الفترة الرومانية، الفترة القرطاجية، الفتح الإسلامي المجيد وما قام به موسى بن نصير، ويعلمون في المدارس أن أحفاد عقبة بن نافع. أنا شخصيا من الشمال الغربي وأعترف بجد لي مسينيس، لا لست من نجد ولا ملامحي تثبت أني من مجد، من نجد ومن قبائل الشرق. يعني نفتح كتاب التاريخ فلا نرى أنفسنا، وعليه جاء جيل لا غير متصالح مع هويته. نلبس الخلال ونلبس الأحرام، ويسميه في تونس اللباس العربي. يعني اضطرنت كلمة عربي على أساس بربري. يعني الشاب التونسي والشابة التونسية تولد عندك confusion، عندنا خليط في أدمغتنا. يسمون لباسنا الأمازيغي بربري، يسمون الغناء الأمازيغي بربري، عربي، الأغاني الأمازيغية تسمى بأغاني عربية، بمعنى أغاني ريفية. حتى الإعلام التونسي، ونشرت للإعلام التونسي، العالم التونسي لا يعني يغيب الجانب الامازيغي، وحتى ان حضر الجانب الامازيغي سيحضر كفولكلور. يعني انا اعطي مثال، في مهرجان التراث التونسي، قال وزير الثقافه هذا المهرجان الفارد في شهر مارس انه سيكون مهرجان ايام الامازيغيه. في شارع الحبيب بورديبه نزلنا للشوارع، ماذا نرى؟ راينا فقط طواول دي تابل عليها القماش أزطة الأمازيغي الحرام، وبعض الموسيقى وناس ترقص وانتهى الأمر. لم نرى تيفيناغ، لم نرى متحدثين بالأمازيغية سمحنا، بعض الموسيقى وبعض الرقصات. الرقص الأمازيغي يسمى عند التونسيين برقص ريفي عربي. كلمة أمازيغي كلمة ساكن أصلي أنسى تسمع شخص يتحدث بها. وعليه أصبح مع الإعلام العروبي الوصولي للإعلام ليمجد العروبة، ثم موضة القضية الفلسطينية. أنا مثلا لما نتحدث أنا أقول أنا مش عربية، صهيونية إسرائيلية. أول سؤال، هذه أول تهمة. هذه النقطة الأولى. ثانيا عميلة لفرنسا على أساس أنه المستعمر الفرنسي كان صديق للأمازيغ. يعني خلط كبير. ثالثا حتى في علاقة بالمسيحي، أن الأمازيغ اعتنقوا ثلاثة ديانات، اعتنقنا اليهودية واعتنقنا الدين المسيحي أيضا. وحتى القديسات هم قديسات أمازيغية. أتحدى ب
تنتهي أو بربيتوي أو كنائس قرطاج نعود للمصادر الكاثوليكية، نعود للمواقع الكاثوليكية، نعود للمصادر الغربية التي تحدثنا عن أمازيغ تونس المسيحيين، وبسبب ذلك نقص عدد المسيحيين في تونس، العديد منهم غادروا، وأنا أشرت للصورة في 59 لأنه ذلك المشهد لم نعد نراه بعد 50 سنة. أيضا حتى في الأسماء مسيحيين تونس قلة قليلة الذي أصبح عددهم أقل من 1000، يعني في 500 هكا مسيحي لا يستطيعون تسمية أبنائهم بأسماء مسيحية. وأذكر معاناة المسيحية التونسية أستاذة اللاهوت السيدة بسمة جاب الله، وهي تدرس حاليا اللاهوت في جامعة مرسيليا، عانت وبحكم من المحكمة أن تسمي ابنتها باسم مسيحي تونسي، رفض تسمية. نفس المشكل يعاني من في تسمية أسماء الأمازيغية، مثل اسمها مزيغة ممنوع، طنطوط ممنوع، عديد الأسماء، وهذه امتداد لسياسة بورقيبة في تأسيس للدولة الحديثة التونسية عندما غير الأسماء. العروش التونسي، أنا مثلا أنا من آل موسى، أنا من أولاد موسى ميساوي، نحن جزء من الفراكسيس، فرقة الفراشيش، تغير اسم جدي لجويني، هذا فرض من الحكومة. مثال الجدات العجائز من يحمل الاسم طنطوط او دازيري او وتيري او عديد من الاسماء الامازيغيه يتغير اسمها في الاي دي في بطاقه تعريف الى اسم اخر، مثل فاطمه، خديجه او وات ايفر اسم عربي. هذا اللي صار هكذا، صار فرض ناهيك عن عندما تريد ان تسمي اسم، في حين انه عندما نريد ان نسمي اي عائله تريد ان تسمي اسم لبناني او تركي اهلا ومرحبا، نجد اسماء شيراز، اسماء رولا، الاسماء الشرقيه واللبنانيه مرحب بها، والاسماء المصريه لانه على الموضه، بحكم انه الاعلام التونسي واعلام مشرقي اعلام متاثر بالنموذج الشرقي المصري ولا شيء مرتبط باصولنا الامازيغيه. هذه نقطه. ثم في علاقه في علاقه بعدد اليهود، في 1948 كان عدد اليهود في تونس يفوق 100,000، اخر احصائيه في 2003 اقل من 1000 يهودي، وحاليا بعد ما يسمى بالربيع العربي انقل عدد اليهود يمكن 600 او 700 والعديد منهم هاجروا نظرا للضغط وللتهديدات والارتباط ما تأتين اليهودي ولباس الكبه اليهوديه بالقضيه الفلسطينيه. واذكر انه تم غلق سوق الغرانه في العاصمه بعد حرب 48، وتم ضرب العديد من اليهود في تونس، وتم منحهم، تم حتى من ممارسة العقائد من أنهم يعبرون على انتمائهم. ثم السؤال على هناك من يتحدث في تونس، كان طرحه الأخ أنه طرح القضية الأمازيغية كأقلية. شوف، نتحدث عن قضية تحدثوا عنها كأقلية لغوية، لكن أغلب المشطاء حاليا نتحدث عنها كمكون أساسي ومكون أساسي للهوية التونسية والثقافة التونسية. وتجري الإشارة أن عدد الجمعيات في تونس حاليا عندنا 10 جمعيات أمازيغية، لكن في ظل معاناتنا للإرهاب وللقمع وغياب الاستقرار في تونس أصبح يعني أنا مثلا كنا حضرنا نشاط في شهر رمضان حول الثقافة الأمازيغية في تونس، يوم النشاط تم قتل النائب محمد البراك، قبلها تم قتل شكري بالعيد، قبلها صار تفجير، تفجيرات، غياب الامن، ما فيش ناس تقدر تجي تتكلم عن ثقافه وانت في وطن يروح منك. يعني احنا صحنا بدانا ندافع على الارض، ننزل نعارض الحكومه، متناسين مساله الثقافه، يعني الوطن عندما الظرفيه السياسيه هي التي جعلتنا هكذا. ثم في علاقه بقديسيه تونس وفرضهم للفكره التحرريه. قديسات تونس وقديسات الامازيغيات، شوف لما نعيد نقرا تاريخ الاديان، هل هناك نبيه امراه؟ لا. هل هناك امام امراه؟ مستحيل. هل هناك تقديس للمراه في نصوص الدين؟ نحن نعرف المراه هي ام الخطيئه، حواء هي من غلط بادم على اساس ان ادم ما عندوش عقل يقبل او يرفض. فلك لما الامازيغيات لما اعتنقوا الدين المسيحي هم من قاموا بالتضحيات، يعني اول شهيده للمسيح كانت امراه. أول امرأة تتحدى الدولة الحفصية والتخلف الديني كانت امرأة. النساء من يدعون للحب ويغنين ويحافظن على الثقافة، وأنا وضعت صورة امرأة في مقام السيدة المنوبية أمام غياب دور للرجال في حماية الوطن، كنا في الشوارع ندافع على مؤسساتنا الثقافية ونحب الله بطريقتنا، على الطريقة الأمازيغية ليست على طريقة جهاد النكاح وعلى طريقة السلفية الوهابية المتخلفة. شكرا.